مأساة جديدة تنضم لقافلة ضحايا المجتمعات الرافضة لاستخدام المرأة لمواقع التواصل الاجتماعي. جريمة بشعة شهدها العراق وأحدثت ضجة كبيرة بعد مقتل تيك توكر عراقية تدعى فيروز أزد. تفاصيل الجريمة شهدتها أربيل. بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كردية فإن فيروز وجدت مقتولة في شقتها بأربع طلقات نارية وهي نائمة. إلى الآن مشاهدينا التحقيقات مستمرة ولم يكشف لغز هذه الجريمة، ولكن بحسب الأخبار أصابع الاتهام تشير إلى تورط والدها وأقاربها في الحادثة. قيل أنه سبق أن هددوها بالقتل إذا لم تغلق حساباتها على السوشيال ميديا. هناك رواية أخرى أيضا بحسب نشطاء تقول بأن ميليشيا كردية اقتحمت شقتها وأقدمت على اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا قبل قتلها. هذه الحادثة أتت بعد وقت قليل فقط من حادثتين أخريين في العراق لمؤثرين أيضا. داليا نعيم المعروفة بلقب باربي العراق أثارت الجدل بعد ادعاءات باختطافها على أيدي مسلحين. أيضا التيك توكر العراقي حسين وزوجته شهندة تعرضا لحادثة إطلاق نار أمام منزلهما بعد أن تلقيا رسالة تهديد من أحد متابعيهما خلال بث مباشر طلبهما بمغادرة العراق. تسبب هذا الحادث في إصابات بالغة لهما.